قام سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بزيارة إلى إحدى وحدات قوة دفاع البحرين. يرافقه سمو الرائد ركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي، حيث كان في الاستقبال سمو قائد الوحدة وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة استمع سمو قائد الحرس الملكي إلى إيجاز من قبل قائد الوحدة اشتمل على خطط التطوير والتحديث وبرامج الإعداد والتدريب العسكرية التي تشهدها القوة الخاصة الملكية. ونقل سمو قائد الحرس الملكي لرجال الوحدات تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله، كما شكرهم سموه على ما أبدوه من مهنية واحترافية عسكرية عالية وعزيمة وتحد من خلال مشاركتهم المستمرة ضمن قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في كل الواجبات الموكلة إليهم. كما نوه سموه عن الشكر والتقدير الذي يحظى به رجال قوة دفاع البحرين من لدن قيادات قوات التحالف العربي، مبينا سموه أن ذلك الشكر والتقدير مصدره البذل المخلص والعطاء الصادق من قبل هؤلاء الرجال وجهودهم القتالية العالية في مواقع عملهم المختلفة بالجمهورية اليمنية، وانطلاقا مما يقومون به من واجبات وطنية بكل شجاعة وإقدام لنصرة الحق والدفاع عن أمن واستقرار أمتنا العربية وحفظ مقدراتها. وأشار سمو قائد الحرس الملكي بالإنجازات المشرفة التي يحققها دائما رجال قوة دفاع البحرين التي تأتي بفضل البذل والعطاء المتواصل والعمل الدؤوب المستمر في مختلف الظروف والأوقات. وأضاف سمو قائد الحرس الملكي أن رجال هذه الوحدة على استعداد دائم لحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الكبيرة ونصرة الأشقاء بجانب إخوانهم من مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين تنفيذا للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله. والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع.